مساء الخير أصدقائي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. طبعا بقالي فترة كبيرة جدا ما نزلتش فيديوهاتي عندي على القناة على اليوتيوب. طبعا الناس اللي على راسي اللي بتخش محتاجة فيديوهات. طبعا ده كان وعدي ليكم ان انا بدي كورسات باريستا، بس طبعا احنا كلنا مرينا بظروف اصعب من اي حاجة. ظروف الكورونا دي قفلت لنا المطاعم والكافيهات حوالي اكتر من 3 شهور لحد الان، بس طبعا ما ينفعش ان انا اسيبكم اكتر من كده. فطبعا نتكلم النهارده في موضوع يعني في غايه الاهميه، هو الاسبريسو. طبعا الاسبريسو يا جماعه من اهم يعني انا ما كنتش اقدر اعيش حياتي، يعني ما اقدرش اقول صباح الخير كده الا لما اشرب شوت اسبريسو. فطبعا انا نزلت مخصوص يعني في الحظر دوت وجبت لكم اسبريسو، دول 7 جرام يا جماعه. ما يعني ما حبش ان حد يحط اكتر من كده. طبعا احنا بقالنا كتير ما شربناش، يعني انا واحد في اليوم كنت بشرب 5 اسبريسو في اليوم. طبعا الكلام ده للناس اللي باريستا، الناس العاديه ممكن تشرب 1 او 2 في اليوم، ده تمام قوي. فالنهارده احنا مع بعض كده هنعمل اسبريسو في البيت زي الكافيهات والمطاعم بالظبط، وبالتوفيق للناس كلها. طبعا احنا جبنا 7 جرام اسبريسو، وطبعا انا يفضل من غير سكر، بس طبعا ممكن نحط مثلا 6 جرام سكر. طب انت هتقولي انت عرفت ازاي 6 جرام سكر؟ انا دي خبرة يعني، فاهم؟ انت ممكن مثلا بالظبط كده دول 6 جرام، المعلقة دي 10 جرام، تمام؟ دي الناس الباريستا، الناس العادية مش هيفرق معاها الأرقام والكلام ده يعني، تمام؟ بس طبعا خد المية السخنة بتاعتي عادي جدا زيه زي الامريكان كوفي. هو مش هيعمل معاك الوش بتاع المكنة، لان ضغط المكنة بيعمل معانا وش عالي جدا، ان ده الاسبريسو بيتعصر جوه. بس طبعا احنا اهم حاجة التركيز، يعني تركيز الاسبريسو بتاعنا هو اللي بيبدأ معانا يظبط اليوم. فانتظر منكم كل دعم، واي حد محتاج اي حاجة يكتب لي كومنتات على الصفحة البيج بتاعتي فنون باريستا على الفيسبوك. اي حد محتاج اي حاجة انا تحت امرك في اي وقت.